السلام عليكم. قبل ما نبداو يا ريت دعموا القناه بالاعجاب والاشتراك وشي تعليق زوين. الفيلم ديالنا غيبدا مع اميره اللي كتخدم كاتبه للقصص الاطفال. جلسه في قهوه شويه جاتها رساله من عند حبيبها جون، وفي نفس الوقت دارها لها مفاجاه وقف عليها وبدا كيسلم عليها وبين فيهم كيبغوا بعضياتهم وكيهضروا على البروغرام اللي غيديروا اليوم. واقترحت عليه نتلاقاو العشيه عندي في الدار باش نطيب لك شي شهيوه زوينه. قال ليها على طيبك الزين وبداو كيضحكوا وشويه قال لها نخليك دابا راه تابعاني الخدمه، وبدات كتبدعوا وهي حزينه ما بغاتوش يمشي. الصقع غادي وحال في فيها حتى دخلت في طنابير تكلاتو. صدمات ميرا حيت شافت حبيبها مات قدام عينيها. دازت عامين وهي تبان ميرا جالسه في دار والديها حيت بغات تبعد على المدينه اللي مات فيها حبيبها، وبدات اختها كتقنع فيها يوميا باش ترجع تعيش معها في المدينه. وكتقول لها حبيبك المرحوم ما كانش غيعجبو الحال كون شافك في هذه الحاله. حتى لواحد النهار عاد اقتنعت اخيرا بلي خاصها ترجع تعيش مع اختها في دارها، ولاول مره كتركب في الطوموبيل المرحوم جون واللي ما ركبتهاش هذه عامين. وصلت عند اختها سوزي وقالت لها ريحه جون مازاله في الطوموبيل. وفي البيت جابت لها سوزي واحد الصندوق مكتوب فيه اسم جون، قالت لميرا خاصك تفتحيه، لكن ميرا خايفه تفتحو وتتألم بسبب افتقادها للمرحوم. قالت ليها سوزي هادشي دازت عليه عامين خاصك تنساي وما تأثريش بالموضوع. وفتحات ميرا الصندوق ولقات قميجة ديال جون ولبساتها، وبان ليها واحد الخاتم ديال الزواج كان خازنو جون باش يطلب يديها للزواج، ودارتو في صبعها وهي كتبكي وكتقول كان غيتزوجني ولكن الموت ما خلاتوش. وعنقات اختها وكتحاول تخفف عليها. وفي مكان اخر كيبان لينا واحد بوركابي سميتو روب، خدام صحفي وناقد موسيقي، وكيفيق على الصونيط ديال التليفون ديالو واللي صونا اكثر من مره، ولقى بزاف ديال الرسائل حيت طلع على الميعاد ديالو. وناض كيلبس بسرعه، لكن جاء اشعار من حبيبته الاولى واللي منزله صور مع حبيبها الجديد على الانستغرام وبين فيها فرحانه. وخونا روب بقى فيه الحال بزاف، مشى للشركه ودخل للمكتب المدير واللي بدا كيخاصم عليه بسبب انه ولا كيهمل خدمته من نهار سمحات فيه خطيبته قبل العرس باسبوع، وطلب منه يتجاوز هذه المرحله ويجدد الشغف ديالو حيت غيتلاقى مع اشهر مغنيه في العالم واللي سميتها سيلين ديو، وبالله الناس كتبغيها بزاف والمقابله معها محتاجه للشغف ونشاط. ووافق روب بلا ما ينطق حتى كلمه وخرج جلس في المكتب ديالو. وجات عنده زميلته في الخدمه وعطاته تليفون خاص بالشركه، لكن جون رفض وقال لها عندي التليفون ديالي، وبدات كتقنع فيه بالله كاع الموظفين الشركه خداوه. في الاخر روب خدا التليفون وما عجبوش الحال. ونرجعوا عند ميرا واختها سوزي واللي جالسين في واحد المطعم اللي كيمشيو ليه ديما، وجا عندهم مول المطعم وجاب ليهم وجبه سميتها ميرا واللي سماها على ميرا بسبب انها عزيزه عليه. وشكراتو ميرا وسولاتو كيفاش قدرتي تخطى موت الزوجه ديالك، وقال ليها كيجلس كل ليله كيمثل بالله كيشرب معاها وكيهضروا في حيله راها مازال معاه حيت كيامن بلي الاموات ما كيهضروش لكن كيسمعوا. وبدات الفكره كتدور في دماغ ميرا وقررت دير في حاله. وبالليل حطات كرسي قدامها وبدات كتهضر معاه، لكن حسات براسها بحال تسطات، وهي تقررت تصيفط ليه رسائل في الرقم ديالو القديم وبدات كتحكي ليه على المشاعر ديالها وبلا مفتقداه بزاف. وفي نفس الوقت بداو الرسائل كيوصلوا لروب في التليفون ديال الشركه، واستغرب جون وبدا كيقرا الرسائل وهو متاثر وما عرفش شكون اللي كيصيفطهم. والغد ليه مشات ميرا تسلم الرسم ديالها في المجله اللي خدامه فيها. المديره ديال المجله تصدمت من الصور اللي كيعبروا على الحزن والقلق، وفكرتها بالله خدامه في مجله الاطفال واللي خصهم يشوفوا صور فيهم الالوان والبهجه والسرور. وجاوبتها ميرا بالله ما خصهمش يظنوا ان الحياه ورديه كيف ما كيظنوا. المديره عيطت لواحد السكرتيره وقالت لميرا هذه عايشه بوحدها وكتصرف على امها، ولا ما خدماتش المجله مزيان غادي نضطر اني نطردها. ميرا فهمت القصد ديالها وتاثرت وقررت تخدم وترضي المديره. في هذا الوقت نيت كان روب جالس في الشركه وكيقرا الرسائل اللي صيفطات ميرا وما عارف شكون اللي صيفطهم. وبدا كيتلفت موراه وشاف زميلته هز تليفون وبدا كيشك فيها بالله هي اللي كتصيفط ليه الرسائل، وطلب منها يهضر معها على انفراد. وبدا كيسولها واش كتحس بشي حاجه لجهتو، وكان حشمان وكيقول انت ظريفه لكن انا ما مستعدش دابا. السيده استغربت من كلامه وما فهمت والو وقالت ليه انت اصلا قد الاب ديالي، وجاوبها وقال ليها لا انا عندي 35 سنه. وراها الرسائل وقال ليها واش انت اللي كتصيفطيهم. شافت الرسائل وقالت ليه هذا شي واحد بغى ينصب عليك وغادي يطلب منك الارقام ديال الحساب ديالك، خاصك ترد البال. لكن روب ما تيقاش وبقى كيتسنى الرسائل كل يوم. وشويه مشى الاجتماع الصحفي ديال المغنيه سيلين ديو، كان كيسمع حتى وصلوا الرسائل من عند ميرا وسها مع الرسائل وتقلقات منه المغنيه سيلين ديو، وقالت ليه واش انا ممله لهذه الدرجه. واعتذر منها روب وبدا كيسولها على الاغاني الرومانسيه اللي كتبات واش كتحس بهم ولا لا، وقالت ليه بالله انت ما كتفهم والو في الحب. ونرجعوا لميرا اللي مازال مشغوله كتصيفط في الرسائل في الرقم المرحوم جون. قاطعت اختها وقالت ليها نفتح لك حساب في هذا التطبيق ربما تعرفي على شاب ينسيك الهم اللي هز في قلبك، وبدات كتبزز عليها حتى ميرا
الكاميرا وافقت تجرب وتعرفت على واحد الشاب ودرت معاه يتلاقاو وصيفطت رساله لرقم جون كتعتذر على هادشي اللي دارت وكتبات عنوان المكان اللي غتقابل فيه هاد الشاب. روب قرا الرساله وقرر يمشي لهاد المكان يشوف هاد الشخص المجهول اللي كيصيفط ليه الرسائل. صاحبو مشى معاه مابغاش يخليه بوحدو. في الوقت اللي وصلوا فيه المطعم وصلت حتى ميرا مع اختها سوزي واللي كتحاول تشجعها باش تدخل. ملي دخلات شافها روب وحس براسو بحال كيعرفها وتمنى تكون هي مولات الرسائل وبدا حاضيها من بعيد. اما صاحبو كيراقب الناس وشويه وصل الشخص اللي دايره معاه ميرا وجلسوا كيشربوا العصير، لكن ميرا ما كانتش مرتاحه معاه. الشاب مشى للطواليط وميرا كتبت رساله لرقم جون كتعاود ليه على داكشي اللي كتحس به مع هاد الشاب وتما عرف بالله هي مولات الرسائل المجهوله. واحد شويه خرجت ميرا مع الشاب لكن روب ما عجبوش الحال وتقلق وبدا صاحبو كيخفف عليه. ميرا والشاب ركبوا في الطوموبيل كيهضروا شويه بدا الشاب كيحاول يتقرب منها وقالت ليه ميرا حنا يلا كنتعرفوا مازال الحال على هادشي. الشاب ما عجبوش الحال وهز التليفون ودخل التطبيق كيقلب على شي بنت اخرى وتصدمات فيه ميرا من المعامله اللي دار معاها وجرات عليه من الطوموبيل. والغد ليه صيفطات ميرا رساله لجون كتبات ليه شحال هي مفتقده. روب قرا الرساله وبدا كيفرنس حيت عرف بالله ما كانش مرتاحه مع الشاب اللي تلاقاته. روب دار مقابله خاصه مع سيلين وسولاتو واش عمرك حسيتي بالحب، قال ليها كنت كنحس به مع حبيبتي الاولى لكن من بعد ما بقيت كنامن به وصرحه بالله ولا كيحس به لكن مع شخص ما كيعرفوش. وسولها واش ممكن نحب شي حد غير من الرسائل وتعجبت فيه سيلين ديو وتحولت الجلسه ديالهم الى جلسه الاصدقاء وطلبات منه تشوف الرسائل ونبهرات من صدق ميرا في كتابه الرسائل. والغد ليه صيفطات ميرا رساله على شي كلمات ديال واحد المسرحيه كتهضر على الحب بين جوج وواحد فيهم مات. المهم روب قرا الرساله وتاثر بها وقرر يحضر العروض هاد المسرحيه وربما يتلاقى مع ميرا تما، لكن ما لقاهاش وبدا كيمشي يوميا حتى لواحد النهار وهو يشوفها خارجه من المسرحيه ولابسه فستان زوين وبدا روب كيتامل فيها. سولاتو ميرا واش كتعرفني، جاوبها قال لها كنحس براسي بحال كنعرفك من شحال هادي. وسولها واش ممكن تعرفو وفعلا تعرفو وميرا كانت فرحانه معاه وغير كتفرنس. طلب روب الرقم ديالها واللي هو نفس الرقم اللي كيصيفط ليه الرسائل وقرر يقلب عليها في الانترنت باش يتعرف ليها اكثر واكتشف بالله راها كاتبه قصص الاطفال. ودخل لحسابها الشخصي وتفاجئ بالله حبيبها السابق ميت وتصدم وما عرفش كيفاش يقول لها بالله راه كان كيقرا الرسائل اللي كانت كتصيفط لحبيبها الميت. والغد ليه قال صحابو بالله اخيرا تعرفت على ميرا والسيد فرحان بزاف. وجاته مكالمه من عند ميرا وجابها وهو متحمس وقرر يعرض عليها العشاء ووافقات وحتى هي فرحانه ومشات توجد راسها. وفي العشاء بين فيهم فرحانين فحال كيعرفوا بعضهم من زمان. من بعد العشاء خرجوا يتمشاو وهما ناشطين وبداو كيعترفوا على اعجابهم المتبادل. روب شاف الخاتم ديال الزواج في يد ميرا وسولها وجاوبته بالله كان ديال حبيبها السابق واللي كان غيخطبها لكن مات. وحتى روب قال ليها على حبيبته اللي سمحات فيه قبل الزواج باسبوع وبداو كيتعنبوا على بعضياتهم وناشطين بزاف وباتوا مقصرين بالراحه حتى للصباح. في الخدمه روب سول صحابو واش خاصو يصرحها بالله كان كيقرا الرسائل ولا لا. جاوبوا صحابو بالله خاصو يصرحها باش علاقتهم ما تكونش مبنيه على الخداع، لكن روب خاف ولا يخسرها وقال بلاتي شويه ونصرحها. في العشيه تلاقاو في دار ميرا وبداو كيطيبوا بجوج وكيهضروا. ميرا داها النعاس وهزها روب لبيت النعاس ديالها وقرر يبات عندها وينعس في الصاله. وشويه دخلت سوزي اختها وتخلعت وضرباتو يسحب ليها شي شفار، لكن من بعد عرفت بالله هو صديق ميرا الجديد وبداو كيهضروا حتى للصباح. وفاقت ميرا وسمعت صوتهم وتوترات حيت عرفت بالله روب مازال عندهم في الدار. ركبت الطوموبيل وهي حزينه وبدات كتبكي حيت تفكرت جون حبيبها اللي مات. روب تلاقى مع سيلين وحكى ليه على حبيبته ميرا اللي ما قدرش ينساها. وشويه قطعتهم المساعده ديال سيلين وجايبه صور ديال الاعلان الموسيقي ديالها، لكن سيلين ما عجبهاش وطاحت فكره على روب وقال سيلين تقترح على ميرا هي اللي ترسم هذا الملصق الاعلامي ديالها. ووافقت سيلين واتصلت بميرا وما صدقاتش ميرا بالله سيلين بغات تلاقى معاها. والغد ليه تلاقاو واتفقوا على الملصق الاعلامي وموعد الاستلام. وخرجت ميرا وهي فرحانه وقررت تتصل بروب تشارك معاه هذه الفرحه وبدات كتعتذر منه على الطريقه اللي تعاملت معاه اخر مره وقال لها بالله متفهم الاحساس ديالها. وقرروا يلعبوا كره السله ومن بعد الماتش مشاو لدار روب ولعبوا ماتش اخر والخبر في راسكم. وباين على ميرا بالله كانت فرحانه بزاف وسعيده. الغد ليه روب مشى يدوش حيت تابعه الخدمه، ناضت ميرا ولاحظت كتاب ديال سيلين ديو وحركاته وتفتح البيسي وبدات كتقرا الرسائل اللي كانت كتصيفط لحبيبها جون. واتصلت بالرقم اللي كانت كتصيفط فيه الرسائل وشاف روب الرقم وجال عندها وهز التليفون حيت عرف راسو تفرش. وما تيقاتش ميرا بالله كان روب كيكذب عليها هذا الوقت كامل وتقلقات وهي حزينه وخلاته. وبدا روب كيحاول يقنعها ويعتذر منها وهو محطم حيت خايف ليخسرها، لكن بدون فائده. وقرر
بدا يصيفط ليها رسائل في المقاله ديالو واللي مفروض تكون على سيلين ديو، وبدا كيعبر ليه على الحب ديالو وبالله غيرات فيه شحال من حاجه وزرعات فيه امل جديد في الحياه، وكيطلب منها تسامحو ويتلاقاو في المكان اللي تلاقاو فيه ديك الليله اللي باتوا فيها برا. بدا كيتسناها الليله كامله وما جات. جاتو فكره ومشى كيجري في الشارع جهه المسرح اللي ديجا تلاقاو فيه اول مره، وشويه كتبان ميرا موراه ومشى كيجري لعندها وبدا كيعتذر منها وكيعبر على الحب ديالو ليها، وقالت ليه ما تبقاش تكذب عليا وبالله غنبقى نبغي جون الى الابد ومفتقده. قال ليها روب انا متفاهم المشاعر ديالك ومستعد نتعايش معاها، وشكرته ميرا حيت فهمها. وبداو كيعنقوا بعضياتهم واتفقوا انهم يعيشوا مجموعين الى الابد ويعطوا فرصه للحب ديالهم. والى هنا غادي تكون القصه ديال الفيلم سالات، والا كيعجبكم في حالات الافلام كتبوهم لي في التعليقات، وما تنساو تشجعونا بجيم والاشتراك في القناه وشي كومونتير زوين.